ضيفات شرف اليوم لهذا الحفل الأسرة الإعلامية الأمير الولائي لنقابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعد تثمينا للدور الذي تؤديه المرأة في مجتمعها، حيث ألتقي اليوم بصفة خاصة بنساء ولاية ميلاد لنحييهن وشاركهن الاحتفال بهذه المناسبة التي تعتبر رمزية ولا يمكن أن نفي حقها ومكانة المرأة مهما كان حجمها. وللعلم فالمرأة الجزائرية قد قطعت أشواطا كبيرة إلى الأمام متخطية العديد من العقبات والحواجز التي كانت تواجهها وكانت مفروضة عليها في السابق، خاصة بعدما أصبحنا نرى أثر مشاركتها الفعالة في حياتنا وعلى مختلف المستويات والأشكال، كما نرى أيضا حتمية هذا الدور الذي لا بد أن يكون خاصة وخاصة في ظل الإيمان الراسخ بجبارتها وقدرتها العالية طالبة من الأرض. وبهذه المناسبة أتقدم لكن باسم آيات التهاني والتبريكات طالبا من الله العلي القدير أن يحفظ نساء الجزائر عامة وميلا خاصة، وأن يكسوكن بثوب العز والكرامة، وإلى المزيد من النجاحات إن شاء الله. كل عام وأنتن بألف خير. تحيا الجزائر حرة أصيلة مستقرة آمنة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.